تصليت الميت، الميت اتفرح في لسن الصلاة اشكو تكمل الفرض الكفاية. الإمام اللي تبدأ تعطو الزنوت انت مغارت الجاز اللي تبدأ تغير وغيو التلي وغيو غلي من قبلت يغيب الإمام تزم مغارت اي الزل كرت كبيرة كوست كبيرة في اللسلان تكبير لي زوان أيسر أي غير سورة الفاتحة تسنت أزال في النبي صلى الله عليه وسلم تسكرت أي دعو إلى ميت يفلك إن الدعاء لي ديور في النبي صلى الله عليه وسلم غير كبر تسكوست أي في السيمك يسلم يسلم تسكا تفاسيت يا نطور يا أوكي يسلم تسكا تظلمات أتوفى كيسيات أشكو لك الحديث يغدي يضر فرخم الزين روح ليك الناس عرف راس نزل أشكو النبي صلى الله عليه وسلم السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة تظلت كذلك نزل فمن يغيب وفلس ظل المدن أشكو النبي صلى الله عليه وسلم يظل في النجس لغير موت. أما بندم اللي كان يفولكين فلاس الظلم كي كان الميتين أشكون النبي صلى الله عليه وسلم من ميتين تصلى عليهم أمة من المسلمين يبتغون 100 كلهم يبلغون 200 إلا شفعوا فيه ويفولكان الظل يحرم الظل في كفري أشكون إلى ربي تبارك وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون.